السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الأكل اللي ممكن نقدموه للخنزير الغيني ديالنا وعدد الوجبات، يعني غادي نعطيكم النظام الغذائي اللي كنتبع مع الخنازير ديالي، لأن الخنزير الغيني واحد الحيوان اللي ما كيساليش من الماكلة. هو ماشي كتحط له ياكل شوية صافي وكيسالي، يعني إذا بقيتي كتعطيه في الماكلة فراه يبقى ياكل النهار كامل، وهذا الشيء ما مزيانش ليهم، خاصه بالنسبه للخنازير اللي كيبقاو في القفص ما كيتحركوش ما كيجريوش ما كيلعبوش، فراه كيتصابوا بالسمنه. هذاك الشيء علاش انا كنفضل اننا ننظموا لهم الوجبات ديالهم ونعطيوهم غير واحد الكميات ما نزيدوش عليهم، هكا باش ما يمرضوش والصحه ديالهم تبقى مزيانه. بالنسبه للصغيورين اللي كيكونوا في فتره النمو فنقدروا نعطيوهم حتى 3 ديال الوجبات متنوعه في اليوم، اما الكبار اللي كيكونوا بالغين وراشدين وصافي سالاو من النمو فهادوك راه كنبقاو نعطيوهم غير 2 ديال الوجبات من الاحسن، وطبعا وجبات متنوعه اللي فيها الحبوب الخضر والفواكه. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو هذا، يعني غادي نقول لكم شنو هما الاغذيه اللي تقدموها، وغادي نعطيكم النظام الغذائي اللي كنتبع انا معاهم واللي زوين صراحه، باش هكا ما يجيهمش الاسهال وما تجيهمش السمنه وما تجيهمش هذيك الامراض اللي كترتبط بالاكل، يعني يكونوا كياخذوا وجبات صحيه متوازنه ومتكامله. بالنسبه للخنزير الغيني هو ماشي بحال الهامستر، هو حيوان عاشي 100%، ما كياكلش اللحوم، ما كياخذش الالبان ومشتقات الحليب، وما كياخذش البيض بصفه نهائيه. في الطبيعه كياكل الخضر، كياكل الفواكه، كياكل النباتات وكياكل الاعشاب، ولكن اشنو نقدروا نوفروا ليه حنايا في النظام الغذائي ديالو في الدار؟ اول واهم حاجه هي الماء، يكون نقي ونظيف، والشرابه ديال الماء تكون نقيه ويكون في القفص نهار كامل 24 ساعه على 24 ساعه. ثاني اهم حاجه اللي خاصها تكون ايضا في القفص 24 ساعه على 24 ساعه هي التبن. التبن ضروري ومهم التوفير ديالو في قفص الغينيا. بالنسبه لي انا هادي شحال وانا كنقلب عليه الصراحه ما لقيتوش في المنطقه اللي كنتواجد فيها، ما عرفتش واش التبن اختفى ولا ما عرفتش، حيتاش المنطقه الحضاريه صعيب شويه تلقى فيها، فراني درت عليه طلب غادي يوصلني هذا الاسبوع ان شاء الله، لانه مهم ومهم جدا. غنهضروا على الفوائد ديالو ان شاء الله في حلقه خاصه به. والحاجة الأخرى اللي هي أيضا مهمة اللي هي الخضر والفواكه. بالنسبة للخضر أنا كنحطهم الخنازير ديالي كل صباح، فاش كنفيق في الصباح كنعطيهم صحن ديال الخضر المتنوعة حسب المتوفر عندي. بالنسبة للخضر المسموحة والفواكه المسموحة فراه غادي نديرو عليها حتى هي فيديو خاص بها، ولكن كزعما فكرة عامة فراه تقدروا تقدموا ليه الخس، الخيار، الجزر، القرع الأخضر والقرع الأحمر أيضا. وضروري اننا نغسلوها مزيان قبل ما نعطيوها ليهم، لان كيكون مرشوش عليها مبيدات وكتعرض لبزاف ديال الحاجات قبل ما نتوصلوا بها، فما خسرنا والو اننا نغسلوها مزيان مزيان بالماء. وكذلك نقطعوها قطع صغيره باش الخنازير ديالنا ما يتدابزوش مع بعضياتهم على الاكل، وباش تجيهم سهوله في انهم ياكلوا بحال هالطريقه اللي كتشوفوا دابا قدامكم، وباش ايضا ما تطيحش الماكله كامله في الارض وتعفن، لانهما ما كياكلوش في الصحن، كيهزوا الماكله للارض وكيحطوها وكياكلوها عاد كيرجعوا للصحن، فاذا خلينا الماكله ما مقطعاش فغيهزوها كامله يحطوها في الارض وغادي تضيع كامله. داكشي علاش من الاحسن تكون قطعه قطعه باش يهزوا غير القطعه اللي غياكلوا وصافي كما كتشوفوا. وندوزو دابا للوجبه الثانيه اللي كنقدم ليهم في العشيه. ففي العشيه
كنحيد الصحن ديال الخضر اللي كيكون باقي فيه الخضر، وكنحط ليهم الصحن ديال الحبوب. بالنسبه للحبوب المسموحه للغينيا كتمشيو عند البائع اللي كيكون في محل الحيوانات، كتقول له عطيني سواء خلطه الحمام او خلطه الارانب او علف الارانب الصغيره. هاد ثلاثه الاشياء هي اللي مسموح اننا نعطيوها للخنزير الغيني، لان هي اللي فيها الحبوب اللي كيصلحوا ليه. فاذا شريتي الخلطه ديال الارانب راه كيكون فيها حتى علف الارانب الصغيره، ولكن اذا شريتي خلطه الحمام راه ما كيكونش فيها. ف تقدروا تضيفوه، انا غادي نخليه لكم باش تشوفوه كيفاش داير. تقدروا تشريوه بوحدو، وكما ايضا تقدروا تعطيوه ليهم بوحدو بدون خلطة. يعني علف الارانب ممكن تقدموه غير بوحدو، راه كافي حتى هو زوين بزاف، لكن انا كنفضل اننا نقدموا الخلطة اللي فيها مجموعة من الحبوب وفيها ايضا العلف، باش هكا كياخد بزاف ديال الحاجيات للجسم ديالو. وكما قلت لكم فراه هاد الخلطة هادي كنعطيها لهم كل عشية، وكنخليها حتى الصباح، وكنعود نحيدها ونحط تاني صحن الخضر. اما بخصوص الفواكه فهي ايضا كيبغيها الغينيا، ولكن الفواكه اللي كتكون حلوه بزاف فراه ما كنقدمهاش لهم كل نهار، كنعطيها لهم فقط مرتين في الاسبوع. مثلا التفاح تقدر تعطيه طريف في النهار، اما الموز او العنب او شي فواكه اللي كتكون فيها نسبه ديال السكر طالعه فما كنعطيهاش لهم بزاف، وما كنعطيهاش لهم يوميا. كنعطيهم صحن مرتين في الاسبوع، كنعوض به الصحن ديال الخضر كما كتشوفوا. هاد الصحن هذا راه كافي مرتين في الاسبوع. عطيت لهم هنايا شويه ديال التفاح وشويه ديال العنب. وكما قلنا الغينيا في الطبيعه كياكل مجموعه ديال النباتات، ولكن في المنزل ما غاديش نقدروا نعطيوه النباتات اللي غادي ناخدوها من الزنقه، لان يقدر يكون فيها شي تسمم ولا شي حاجه، فبالتالي ما نقدروش نقطعوا من الحديقه ولا شي حاجه. داكشي علاش من الاحسن اننا نديرو استنبات الزرع في المنزل، اللي غادي نديرو معكم حتى هو ان شاء الله في واحد الفيديو. نقدروا نعطيوه للقطيطات، ونقدروا نعطيوه ايضا للغينيا، باش هكا يكون امن، وكذلك راه كيعجبو بزاف وصحي. وتقدروا تبقاو تعطيوه ليه مره مره بحال شي وجبه خفيفه. وهكا اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، شاركت معكم النظام الغذائي والاغذيه اللي كنقدمها للخنازير ديالي. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تخليوا لي اللايكات والتعاليق ديالكم اللي تكتبوا لي فيهم اشنو هي المواضيع الاخرى اللي كتحتاجوها بالنسبه للمربيين ديال الخنزير الغيني، وايضا المقبلين على التربيه ديالو. وكنصحكم باش تربيوه، لانه صراحه زوين بزاف. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.